مكان فاضي وحياة بشرية شبه منقرضة. الصوت العالي بعرضك للموت، والضجة أيضا بتعرضك للموت، والجري بعرضك للموت الصاروخي. كل هيدا بلعبة A Quiet Place، ولكن بعد هذا الانترو. See that? That's a leucistic white-tailed deer. Lewis, what now? Leucistic means they have patches of white fur. I thought that was called getting old. Okay, this is a huge deal. They're incredibly rare. Oh, I'd love some rare venison. لابد انه كتير من عشاق الجيمينج وعالم الجيم والالعاب اكيد بيحضروا افلام وبيحضروا مسلسلات، ولابد انه نسمعوا بفيلم A Quiet Place، مسلسل A Quiet Place. ففكرة اللعبة هي ذاتها فكرة المسلسل ولا فكرة الفيلم، يعني اللعبة مقتبسة عن المسلسل، ما من ناحية القصة انما من ناحية الاحداث والطريقة يلي بتمشي فيها اللعبة وبيمشي فيها المسلسل. يعني حتى تحافظ على حياتك لازم تحافظ على الهدوء والصمت المطلق. Seriously, where is he? Boom! I want to suck your blood! Oh, you're a f***ing child! Oh, come on, that was funny! If you're five! Oh, just admit it, I got you pretty good. No, you didn't! I didn't know where you were! I didn't know if you were hurt or... Alex... And I can't lose... أكتر شيء مرعب بهاي اللعبة هي الفكرة. الفكرة أنه أنت منك من مستوى الخصم لحتى تدخل بمعركة معه أو حتى تدخل بتبادل إطلاق نار معه. الفكرة أنه أنت بدك تحافظ على هالهدوء يلي خاص فيك، وبدك تحافظ على الحركة الهادية الواطية الخاصة فيك، وهذا أنت كلاعب يعطيك شعور بالتوتر، شعور بالقلق، وشعور أيضا بالخوف. فأنت باللعبة على طول خايف، وهذا الشيء رح ينعكس عليك أنت كلاعب. فهي الفكرة هون، والرعب هو هون. أي صوت ضجيجي بيطلع رح تكون أنت عرضة لإنهاء حياتك بشكل فوري عن طريق المخلوق المخيف. الفكرة الأساسية واللي بتعتمد عليها اللعبة واللي بتعتمد عليها القصة والجيم بلاي، إنه في مخلوقات غريبة غزت الأرض وقضت على كل أنواع أشكال الحياة اللي نحن متعودين عليها كبشر، وقضت على كل شيء فيه عايش بطلع صوت، يعني قضت على أي كائن حي بطلع صوت. فاضطرت البشرية أو ما بقي من البشر لحتى يتأقلم مع الوضع الجديد ومع الحياة اللي انفرضت عليهم، انهم يدلن بصمت مطلق، لان اي صوت بيصدر، اي حركة اقدام تصدر، اي نفس بتتنفسه حتى لو كان تنهيد، هو ممكن يكون نفسك الاخير. Just follow the train tracks. Now go. Alex, please. We don't have time. بطلتنا اسمها أليكس تايلور، وهي شابة بتعاني من مرض الربو، ولكن ايضا اللي بيزيد الطين بلة والموضوع خطورة انه نوبات الربو اللي بتجيها بتخليها تضطر انها ترفع صوتها، وبالتالي انها تكون عرضة للمخلوقات الغريبة، وهذا بيخليك انت كلاعب متوتر. واللي بيزيد الطين بلة اكتر انه البطل حامل، وهذا ايضا بيخليك انت كلاعب ايضا عايش بتوتر. وهون في نقطة بدي ضوي عليها بA Quiet Place، هي نعمة وهي نقمة. النقمة اذا انت مثل اللي حالتي حاضرين المسلسل وحاضرين الفيلم،
فانت اذا حاضر المسلسل وحاضر الفيلم فهذه الظروف اللي انت عم تعيشها كلاعب رح تعرف تتعامل معها ورح تعرف تخلص حالك منها، حتى وان كانت احلك الظروف واصعبها، لانه انت مدرك تماما اللي عم يصير، مدرك تماما شو بدك تعمل، ومدرك ايضا تماما كيف ممكن تتخلص من الامر هذا. اما اذا انت لاعب جديد فالموضوع رح يكون جديد عليك كليا، لانه انت منك مدرك اللي عم يصير ومنك مدرك اللي شو عم يصير حواليك، فانت هون ما رح تعرف تتصرف بكل الامور، وبالتالي انت هون حتحس حالك جو جديد عليك كليا، وهيدي النعمة. اما قصة اللعبة فقصة اللعبة بسيطة وواضحة، وحتى يمكن اني اقول القول، ويعني فيني اقول عن هاي القصة ان قصة ضعيفة، لان ما بتحمل اي نوع من انواع الاثارة، ما بتحمل اي نوع من انواع انه انا اطرح حالي سؤال، وهيدي بعتبرها من اهم مشاكل اللعبة. على الرغم انه الجرافيك والرسوم كتير جيدين بأكوايت بليس، وعلى الرغم انه الموسيقى مصممة بطريقة فعلا مرعبة، وعلى الرغم انه في كتير قصص تعتمد على الصوت وحتى بتخلي اللاعب متوتر وقاعد على أعصابه، ولكن هذا ما بكفي، لأن اللعبة قصتها لحالة بتخليك ماشي بوتيرة واحدة وعم تشدك صوب النهاية المعروفة، هاي نقطة. والتالي أيضا ما بتعالج المواضيع ونقاط أساسية بيطرحها على حاله اللاعب، أي لاعب كان بيطرح على حاله سؤال، هاي الكائنات من إيه؟ ليش وصلت الأمور لهون؟ كيف غزت هاي الكائنات الأرض بهالسرعة؟ ليش غزت هاي الكائنات الأرض؟ شو السبب اللي وصل الأمور لهون؟ وهاي الأسئلة البديهية ما في شي بعالم اللعبة بيعطيك أي جواب منطقي أو منو منطقي حتى عن هذا الموضوع. وهون يعني هون تكمن الخطورة، لأن اللعبة ما بتجاوبك ولا على سؤال بديهي أنت بتطرحه على نفسك. العاب ومشي بقصة وسيناريو مكتوب بطريقة واحدة من دون الجواب على أي سؤال، حتى ما أخذوا بعين الاعتبار عقول اللاعبين. وهون أنا برأيي أحد أهم النقاط السلبية. A Quiet Place تعتمد على الصمت المطلق، فانتقالك من نقطة ألف إلى نقطة ب بشكل أو بآخر إذا طلعت حركة رح تودي بحياتك فورا إلى الموت. كل شيء بالبيئة المحيطة المعمولة باللعبة مصمم لأنه يوقع، ومصمم أيضا أنه يطلع صوت، وبالتالي حيجذب انتباه المخلوقات هيدي لحتى تكون أنت فريسة لألا سهلة، ولكن مع الوقت أنت كلاعب رح تاخد إيدك، وبالتالي هذا الموضوع رح يصير عندك سهل وأصلا ما عاد يشكل خطر، وبالتالي أيضا رح تلاقي الأمور مشت معك بطريقة جدا سلسة، واللعبة بتخلص معك ما بين الخمس ساعات لسبع ساعات على أبعد تقدير. A Quiet Place باختصار شديد، أسلوب اللعب بـ A Quiet Place بيعتمد على نقطة أساسية واحدة لا غير، ألا وهي الهدوء القاتل. يعني أولا بدك تنتبه على البيئة المحيطة اللي حواليك شمال ويمين، ما توقع قصص حتى ما تجذب انتباه المخلوقات. ثانيا الانتباه على خواطرك أنت وماشي من وحتى أثناء الركض على الزجاج وعلى المي وإلى ما هنالك، لأنه كل هذا رح يجذب انتباه المخلوقات الغريبة، وبالتالي أنك تكون عرضة. بالإضافة أنه سلاحك الوحيد، سلاحك الوحيد باللعبة وأحد المشاكل اللي خنقتني، أنه أنت معك جهاز فقط بيطلع صوت، يعني بيقسلك مستوى الصوت والضجة في المنطقة بس وهو معيار انه انت بامان. طالما صوت البيئة والمكان اعلى من صوت خطواتك واعلى من صوت انفاسك فانت بامان وبس. وهذا اتفه اسلوب لعب شفته بحياتي بصراحة يا اصدقائي، هذا اسوأ اسلوب لعب شفته بحياتي، اسوأ من هيك ما مر علي. الخلاصة
A Quiet Place قدمت قصة سخيفة وبسيطة، كتير سخيفة قصة اللعبة. بطلة ما بتقدر تندمج معها، لا بحالتها النفسية ولا بحالتها المرضية ولا بحالتها الطبيعية ولا بأي حالة من حالاتها. جيم بلاي أسوأ ما يمكن أن يكون، ما على صعيد السيستم والتحكم، لا على صعيد التكرار والتفاهة. وده يا آن الخلق، ده خلقي أنا مني عم ملعب لعبة، أنا يعني حسيت حالي عم ملعب لعبة، أنا حسيت عم حالي عم أنا بمصيبة، أنا بورطة بصراحة. فكتير كان أسلوب اللعب سيء، الجرافيك قوي والموسيقى بتخليك متوتر. وتقييم النهائي لأكوايت بليس هو 1 من 10، بس 1، والواحد اللي أخدت هاي اللعبة فقط من شان الجرافيك الحلو اللي قدمته والموسيقى المرعبة يلي بتخلي اللاعب متوتر. وغير هيك غير هيك يا أصدقائي، صراحة ما بنصح حدا يلعب هاللعبة. إذا أنت كنت من عشاق الفيلم ومحبين المسلسل فلا تلعب اللعبة، إذا أنت ما حضرت الفيلم وما حضرت المسلسل فما تلعب اللعبة، أنصحك ما تلعب اللعبة. لعبة سيئة سيئة سيئة. وأنا لهون يا أصدقائي بدي أكون وصلت لنهاية الفيديو. إذا عجبك المقطع وأنت من المشتركين الأبطال عندي بالقناة، فيا ريت لا تبخل علي بزر اللايك ونشر هذا الفيديو لأكبر عدد من الأصدقاء قبل ما يشتروا اللعبة وتصيبهم كارثة. 2، إذا أنت لأول مرة عم تشوفني فيا ميت أهلا وسهلا فيك، بدعيك للاشتراك بالقناة والانضمام إلى هالعائلة الصغيرة، وكمان نشر هذا المقطع لأكبر عدد ممكن من الأصدقاء. ومن هون لوقت فيديو جديد ومراجعة جديدة، أنا محمد من قناة جيم انسبكتور، ودمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.